تحية سامي صادق، وماذا نرى لهذا السامي بعد ما كسب لنا وقف الخسارة اللي كان عند مستويات ال 40 جنيه، ونزل كمان كسب لنا وقف الخسارة الآخر اللي كان عند مستويات ال 37 جنيه، وعمل ردة فعل أكثر من إيجابية واخترق الترند الفرعي مرة أخرى وصعد بقوة فوق شمع السويدة اللي المفروض أفضل محافظ عليها، اللي هي منطقة ال 42 جنيه. طالما فضل محافظ عليها تظل النظرة بالنسبة لنا إيجابية. أعلى من السامي لو لغالي كل موجة الصعود اللي حصلت من عند مستويات ال 42 حتى المنطقة اللي ارتد منها بعنف مرة أخرى، المنطقة اللي عند مستويات ال 50 جنيه ونص. طيب لو أنا بدور على السهم، المفروض كمان إن أنا ببحث من بداية الاختراق، يعني المفروض وقت الخسارة يكون عند مستويات ال 41 جنيه، ولكن أنا بقول دايما يبقى تحت شمعة السيولة، لأن لو لغينا شمعة السيولة دي كلها يبقى في حاجة غلط، يبقى السهم بيرجع يكمل في الاتجاه الهابط التاني. ولكن حركة السهم بعد ما اخترقنا الترند الفرعي ده تظل ايجابيه، وما زلنا بنتطلع لمنطقه العرض المهمه جدا. انا عندي منطقه عرض مهمه جدا اولا، اللي هي المنطقه دي كلها اللي ما بين مستويات ال 52 الى مستويات ال 54 جنيه تقريبا، وده المستهدف بتاعي. لو نزلت على فريم الساعه عشان اشوف طب انا وقف الخساره بتاعي جيد ولا لا، هلاقي ان وقف الخساره بتاعي بالفعل ما زال في منطقه جيده. وكمان لو لاحظنا ممكن السهم يقرب من المنطقه دي مره اخرى، يعني السهم لو قرب من المنطقه اللي عند مستويات ال 44 ونص لحد مستويات ال 42 جنيه هيكون طبيعي جدا جدا ما قبل العرض. كمان لو قلنا طيب لو هاخد مستهدف للهبوط مره اخرى بعد كل هذا الهبوط اللي حصل، هلاقي نفسي المفروض بروح لحد مستويات ال 42 جنيه او بنزل لحد مستويات ال 161 في اللي عند مستويات ال 43 جنيه ونص. طيب المفروض ان انا عندي وقف خساره قريب، وهو منطقه العنق اللي المفروض إن لما تتكسر المفروض بخرج، اللي هي المنطقة دي اللي هي عند مستويات ال 46 جنيه اللي احنا عندها حاليا. لو نزلت على فريم صغير ورحت على فريم 15 دقيقة كمان، هلاقي الأقرب للمنطقة دي إنها تتكسر، ولكن لو لقيت صعود عند المنطقة المفتاحية وبزخم قوي اللي هي المنطقة دي، هبتدي أستهدف الشراء وأستهدف القمة اللي احنا بنقول عليها. لكن لو ما حصلش دي اختراق بقوة، أعتقد إن أنا هبتدي أبص على السهم لما يقرب مرة أخرى ما بين مستويات ال 44 ونص لحد مستويات ال 43 جنيه، ومش هفكر فيه دلوقتي. مفروض ان السهم لو كسر مناطق العنق دي بيبقى منطقه خروج اللي احنا عندها كسرها وبعنف استقوى تحت منها، هذا يعني خروج اللي هي المنطقه اللي عند مستويات 46 جنيه ونص اللي احنا عندها، ده وقف خساره ما فيهوش فصال بالنسبه لي. وعشان نقول ان السهم عاد مره اخرى وهيكمل في الاتجاه الصاعد، مفروض انا عندي برضو منطقه فرعيه هنا المفروض ان انا اخترقها واستقر فوق منها للبحث عن الهدف اللي عند مستويات ال 52 إلى مستويات ال 54 جنيه. وبالتوفيق.